أنا في حزب الاستقلال لأنه كان استقلالي من قبل، ولكن من كنشوف الساحة السياسية كنلقى حزب الاستقلال هو اللي عنده تكوين، هو اللي باقي عنده ناس اللي جامعينه، اللي عندهم واحد المبادئ. ماشي تنقول الاخرين ما عندهمش مبادئ، غير المبادئ تيطبقوا مع المبادئ ديالي. كنشوف بانه كاين واحد العنايه، وكنشوف بانه في تاريخه كان دائما اجتماعي، وكان دائما تيدافع على المجتمع. وكما تيقولوا لنا الناس هنا في رحمنا، وقت ما هضرت مع شي حد تيقول لي ثم بعدا في الاستقلال راسكم عريان. اش تيعني؟ يعني بانهم لقيت اللي كان الاستقلال منتشر في رحمنا، فكانت واحد الاهتمام بالمواطن، كان واحد الاهتمام بمشاكل المحليه، وكان واحد الاخلاص. فحزب الاستقلال انا تيبان ليا، بالنسبه ليا انا وبالنسبه لذاك الشيء اللي تنطمح باش نحقق في هذا المنصب، تيبان ليا هو الاختيار اللي ما عنديش تحت هذه المدينه اللي حنا فيها سيدي بوعثمان. انا باقي فيها الواد الحر، ماشي هو هذاك. كاين فيها الملاعب القرب، ما كاينينش، كاين شي حاجه قليله، يمكن شي واحد ولا شي حاجه. الا زدنا البنقرير تلقاو بانه حتى تما كاين الواد الحر، تلقاو الواد اسمه في وسط المدينه وما عندوش شروط باش يدوز في وسط المدينه. يعني كاين واحد القنطره، ما كايناش القنطره، كلشي تيدوز من الواد بحال 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 دوك الطرقان الصغار نتاع برا نتاع القريه. ديك النهار كنت دايس وسط المدينه تنديروا غير الحمله وتنشوفوا غادي في الطريق، حتى تنشم ريحه الخنز، ريحه الواد الحار. ماشي هي هذيك، فتنا الواد الحار تلقى واحد المدرسه تعليميه وحدها الزبل. يعني الواجهه نتاع سيدي بوعثمان نقدروا نقولوا راه تتبان مزيانه، ولكن اذا دخلتي لداخل كتلقى ما كاينش ملاعب القرب، ما كاينش سطل تاع الزبل واحد في الزنقه. فهمتيني؟ فعلا بنقرير واحد المنطقه، فنقدروا نقولوا تيقولوا عليها مانيت نيويورك، واحد المنطقه متطوره اللي فيها الكليه واللي فيها، ولكن هذاك ماشي العمل تاع المجلس الجماعي، هذاك عمل تاع الدوله، وعمل تاع واحد الشركه كبرى ما كاينلاش نذكروا الاسم ديالها، تحت الرعايه وتحتها. غير هو العمل تاع المجلس البلدي فهو ناقص، وبالاخص وانه هاد الناس كان عندهم الوقت 10 سنين ولا شحالنا هي باش يديروا بزاف تاع المسائل. مي نزيد عليك الصحه، ما كانش اللي يدافع على عباد الله، عندهم تجهيزات، يعني الدولار هذا خدمتها